السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم أعزائي الطلبة في فيديو جديد من شرح مادة اقتصاد هندسي. إن شاء الله في هذا الفيديو راح نكمل حل كم سؤال على شابتر 4 لإنهاء شابتر 4 بشكل كامل، وإن شاء الله هاي الأسئلة راح يكون فيها أفكار كويسة. لذلك يلا خلينا نبلش في هاي الأسئلة. في عندنا أربع أسئلة إن شاء الله راح نحلهم، وأول سؤال بحكي لك: An engineer who is saving for her retirement plans to deposit $500 every quarter. يعني بحكي لك في عندنا مهندسة راح تقوم يعني بإيداع $500 كل كوارتر، يعني كل ربع سنة، أيوة يعني كل ثلاث شهور راح تقوم بإيداع $500. طيب، وراح تبلش one quarter from now، إذا راح تبلش بعد ثلاث شهور من الآن، يعني من الربع الجاي، تمام؟ طيب، into an investment account if the account pays interest. إذا كانت عندي والله الفائدة أيوة بمعدل 6% per year compound semi-annually. مباشرة هنا بدي أركز على فترة compounding period اللي هي عبارة عن semi-annually. طيب payment period كم فترتها؟ هي quarter، فبالتالي أنا هنا عندي payment period أقل من compounding period. البيمنت بيريود اللي هي كانت كل كوارتر هي راح تقوم بإيداع $500، والكومباوندينج بيريود راح تحتسب على السيمي انيوالي، تمام؟ فبالتالي عندنا البيمنت بيريود اقل من الكومباوندينج بيريود، لذلك لازم هون نقوم بنقل الدفعات، نقلها الى نهايه الفتره او الى بدايتها. اذا كانت الدفعات سالبه بنقوم بنقلها الى نهايه الفتره، اما اذا كانت الدفعات موجبه نقوم بنقلها الى بدايه الفتره، تمام؟ طيب، هو بيحكي لك بالاخير اعطيني التوتال شي ويل هاف ات ذا اند اوف 25 سنه، اذا اعطيني يعني المبلغ بعد 25 سنه كم راح يكون. طيب، احنا بكل بساطه بالبدايه لازم نرسم الكاش فلوز، فالكاش فلو بكل بساطه عندنا هنا صفر، راح ارسمه على شكل شهور، ايوه، فبعد 3 شهور، بعد 6 شهور، بعد 9 شهور، بعد 12 شهر، 15 شهر، بعدين عندنا 18، 21، وبضلك مكمل لعند الشهر رقم 300. ليش 300 شهر؟ لانه هو بده 25 سنه، ال 25 سنه ضرب 12، ايوه بطلع عندك عدد الاشهر انه 300 شهر احنا رايحين نشتغل، تمام؟ انا بدي اجي هسه هذا الكاش فلوز، انا الدفعات عندي راح تكون $500 بدءا من اول ثلاث شهور، فهون راح يكون عندي $500، صح؟ طيب ممتاز، انا عندي هاي $500 راح اظل مكمل لعند شهر رقم 300. هسه ايش اللي راح يصير؟ انا الكومباوندينج بيريود عندي هي عباره عن سيمي انيوالي، طيب، وبالتالي لازم انقل الدفعات الداخليه الى نهايه او بدايه الفتره. طب هاي الدفعات هي عباره عن نيجاتيف اماونتس لانها ايش؟ ديبوزيتس، يعني انا بدفعها، فبالتالي اي شيء انا بدفعه هو نيجاتيف، وبالتالي بناء على هذا الكلام انا الدفعات اللي على شهر 3، على شهر 9، لا على شهر 15 مثلا راح انقل على نهاية الفترات، لأنه الفترة عندي سيمي أنيوالي، نهاية الكومباوندينج بيريود هي سيمي أنيوالي، وبالتالي سيمي أنيوالي هيو اللي هو كل 6 شهور سيمي أنيوالي، صح؟ فبالتالي هذا أول سيمي أنيوالي، هذا الثاني، هذا الثالث، أيوة على شهر رقم 18، الرابع مثلا راح يكون على شهر رقم 24، وهيك راح أظل مكمل لعند رقم 50 سيمي أنيوالي. ليش 50 سيمي أنيوالي؟ لأنه 25 سنة فيهم 50 سيمي أنيوالي، يعني 25 وكل سنة فيها 2، ف 25 في 2 50 سيمي أنيوالي، تمام؟ فبالتالي أنا عندي الآن راح تكون 50 سيمي أنيوالي. طيب أنا كل سيمي أنيوالي قديش راح أدفع؟ أنا عند شهر 6 راح يكون عندي $500، صح؟ طب وعند شهر 3، هذول عند شهر 3 رايحات ينتقلن مباشرة إلى شهر رقم 6، تمام؟ وبرضه اللي عند شهر 9 رايحات ينتقلن لشهر 12، لأنه هاي دفعات، والدفعات راح أو يعني هي نيجاتيف أماونتس، وبالتالي راح أنقلها إلى نهاية الفترة زي ما حكينا سابقا. وبناء على هذا الكلام هاي ال 500 راح تنتقل لشهر 6، فبصير عندي عند شهر 6 1000، تمام؟ وعند شهر 12 بصير عندي 1000، وبالتالي انا بصير عندي الانيوال وورث اللي بدي اشتغل عليه الاي راح تصير قيمتها $1000، وهاي ال 1000 دولار راح تكون بير سيمي انيوالي، ممتاز؟ طيب ممتاز، وبناء على هذا الكلام الان عندي راح تكون 50، 50 سيمي انيوالي، ظل ايش عندي؟ ظل اجيب الاي. طيب الاي انا كيف بدي اجي اجيبها؟ باجي بقول له عندنا الار ايوه بتساوي 6% بير يير، طيب 6% على يير بدي اجي احولها، بدي اقول له هون عندنا يير وهون عندنا سيمي، بدي احولها لسيمي انيوالي، تمام؟ ايوه، وبالتالي عندنا الير فيها 2 سيمي انيوالي، فالير مع الير بتروح 6 على 2 بتطلع عندي 3%. طب بالنسبه للام، الام عندي راح تكون بتساوي 1، لانه انا الاي بدي احولها لسيمي انيوالي، فالانترست بيريود راح تكون عندي بالسيمي انيوالي، تمام؟ ايوه، برضه الكومباوندينج بيريود اللي انا بشتغل عليها هي سيمي، وبالتالي يعني راح تكون عندي 1، وبالتالي ما دام الام بتساوي 1 معناته الار راح تساوي الاي، يعني الافكتيف انترست ريت راح تكون عندي 3% بير سيمي انيوالي. فمباشره الان بدي اجي اشتغل على انه بدي اطلع الفيوتشر وورث بعد ان بتساوي 50، فبالتالي باجي بحكي له والله الاف الفيوتشر وورث راح يكون عباره عن الاي اللي هي $1000، ايوه، في اف جيفن اي
وعندنا الاي راح تكون 3%، بقدر اشتغل على الجدول، وعندنا الان راح تكون 50. فلو رحت على جدول ال 3% وال 50 طلعت الاف جيفن اي وضربته ب 1000 راح يطلع معك الجواب 112800 دولار تقريبا، تمام؟ طيب نجي للسؤال اللي بعده، بيحكي لك اعطيني او فايند بناء على هذا الفيجر، اعطيني البريزنت وورث بي، هاي البي، واعطيني الايكوفالنت يونيفورم انيوال وورث. هذا طبعا على الفارينج انترست ريت. لاحظ انه هون عندي اي 14% وهون عندي الاي 10%. طب البدايه بدي اطلع البريزنت وورث، تمام؟ واصلا الفرع الثاني بيعتمد على الفرع الاول، يعني عشان اطلع الانيوال وورث لازم انت تكون مطلع البريزنت وورث الايكوفالنت لهاي الدفعات الموجوده عندك. طيب فبالتالي باجي بحكي له والله البي عندنا ايش بتساوي؟ بالبدايه هاي ال 160 هاي عباره عن انيوال، البريزنت الا هاي الانيوال راح يكون على سنه رقم 5 صح؟ فبالتالي هذا البريزنت راح يكون على سنه رقم 5، فهاي الدفعه راح تكون عباره عن 160 اللي هو الانيوال في بي جيفن اي صح؟ ايوه. في الاي، الاي هنا كانت 14%، والان عندنا هيهن ثلاث دفعات، فبالتالي الان عندنا ثلاث. برضو هذا البريزنت وورث راح اجي انقله لا على سنه صفر، فبنقله كفيوتشر وورث لانه هو جاي بعد 5 سنوات، فباجي بحكي والله هاي راح تيجي تنتقل لهون وراح تنتقل على شكل 160، يعني هاي القيمه كامله بدي اضربها في فاكتور اللي هو الاف جيفن او البي جيفن اف، تمام؟ بي جيفن اي 14% وعلى 3، هاي بتروح بتجيبها من الجدول هذا الفاكتور، بدك تضربه هذا هاي القيمه كامله راح تيجي تضربها بي جيفن اف لا انه انت عندك 5 سنوات، هاي عندنا من سنه 5 لسنه 0، فانا عندي الان 5 والاي عندنا راح تكون 10%، تمام؟ طيب وهي كان يعني هاي اول بريزنت وورث جبته من ال 160 دولار، تمام؟ بي جيفن اي خلينا نكتبها هون 14% وهون 3، وطبعا هاي فاكتور البي جيفن اف ل 10% ولا 5، هذول بتقدر تروح تجيبهن من الجداول، جدول 14% على سنه 3 بتجيب منه البي جيفن اي، وجدول 10% على سنه 5 بتجيب منه البي جيفن اف، طبعا بدك تجمع لهم مين؟ البريزنت وورث لل 100 دولار، البريزنت وورث لل 100 دولار جاهز، جاي على سنه 0 مباشرة، فباجي بحكي هو عبارة عن 100 دولار، وهذا عبارة عن انيوال، فباجي بقول له بي جيفن اي، لا الاي اللي عندي هون هي 10%، تمام؟ وهذا كلياته على ان، الان عندي اللي هن عدد دفعات هي 1 2 3 4 5 دفعات من الانيوال، فهيك مباشرة انا جبت البي. الان بعد ما اجيب البي رح تطلع معك البي 610 دولار، بعد ما اجيب البي بده ايش؟ بده الايكوفالنت يونيفورم انيوال وورث، يعني بده الاي المكافئة لهذا كامل، يعني بده الاي يعني بده قيمة الاي بحيث انها تكون مكافئة لهذا الحكي كامل، يعني هذول القيم كلياتهم بدي استبدلهم باي وحدة نفس الاي، يكون لهم نفس الدفعات، تمام؟ مع اختلاف الاي. طب شو كيف بدي اعمل هذا الشيء؟ باجي بعمل انه بحول البريزنت هذا لاي، طب كيف بدي اجي اعمله؟ فباجي بحكي يعني هذا الشيء طبعا احنا حكيناه سابقا، فالمهم يعني بتيجي انت هون بتشتغل على اساس انه هاي الاي، هاي القيم الثلاثه هون، خلينا نرجع نعيد رسمه الكاشف لو احسن، تمام؟ فاحنا عندنا هون 8 سنوات، هاي عندنا هون 0 1 2 3 4 5 6 7 8، وعندنا من سنة 5 لعند السنة الأخيرة 14% وهون 10%، تمام؟ طيب فالفكرة الآن إحنا كلهم هذول الدفعات بتهم يصيروا دفعة واحدة، يعني كلياتهم راح يكونوا عبارة عن إيه، تمام؟ وهون إحنا في عندنا present worth مقداره 610 دولار. طيب فبدي اجي اجيب هسه بدي اجيب بدي اجيب البريزنت وورث بدلاله اي واساوي ب 610 دولار، هيك اللي لازم اعمله. طيب فانا عشان اعمل هذا الحكي باجي بقول هاي الثلاث دفعات هم عباره عن اي قيمتهم، بدي اجيب البريزنت وورث لهم على سنه رقم 5 بعدين اجي انقلها لهون، فيعني انا راح اجي اقول هاي الاي ايوه راح اجي اضربها، يعني هي قيمه الاي مجهوله لحد الان، بي جيفن اي ايوه في الاي اللي هي 14% في الان اللي هم ثلاث دفعات، تمام؟ طيب وراح ارد هذول عشان انقلهم على الجهه الثانيه او على سنه صفر، راح اجي اضربهم بي جيفن اف ايوه على 10% على 5، تمام؟ طيب وراح ارد اجمع لهم هذا المبلغ اللي صار هون، راح ارد اجمع له الاي اللي هم المبالغ الخمسه الموجودات هون واللي بدي اجيبهم على سنه صفر، فباجي بحكيهم هاي الاي اللي راح تيجي على سنه صفر راح تكون عباره عن اي في بي جيفن اي على 10% طبعا لانه انا هون بشتغل على 10% والان عندي راح تكون 5، وكانه بالضبط انا نفس الفاكتورز اللي اشتغلتهم هون،
انا اذا انا هون استخدمت نفس الفاكتور اشتغلته هون، بس ايش اللي صار؟ ال 160 شلتها والمين درر شلتهم وحطيت مكانهم ايه، وهي الملاحظه حكينا عنها سابقا تمام. طيب وبالتالي البي الان صارت معروفه، هي عباره عن 610 بتساوي الاي في الفاكتورز هذول، الاي في البي جيفن اي 14% وهون 3 في بي جيفن اف على 10% وهون على 5 زائد الاي في البي جيفن اي على 10% وعلى 5 تمام. فاذا انا هون عندي بس اي مجهوله، هذول الفاكتورز انا المفروض جبتهم من الجدول عشان احل واطلع قيمه البي تمام. وبالتالي يوم ما تيجي انت هذول الفاكتورز يعني تعوضهم، والاي تعوضها كمجهول على الاله الحاسبه، راح تطلع معك الاي عباره عن 116.6 اتوقع 116.6 دولار تمام. فاذا الموضوع سهل وبسيط، بس الفكره انه يوم تيجي تطلع انيوال وورث انت محتاج البريزنت وورث، فلازم انت تروح تطلع البريزنت وورث الايكويفالنت، بعدين تيجي تحول الانيوال وورث، يعني تيجي تحط قيم اي مجهوله هاي وتحولها كلياتها قيم الاي بنفس الطريقه اللي حولت القيم السابقه اللي هن ال160 وال100. ايوه يعني احنا هسه استبدلنا ال160 وال100 دولار كلياتهم، هذول استبدلناهم بايش؟ ب116 دولار. انه انا لو دفعت 116 دولار كل سنه مع اختلاف الاي، هذا الشيء راح يعطيني نفس البريزنت وورث تمام. تمام، فاذا هي هاي الفكره. طيب نيجي للسؤال اللي بعده، بحكي لك for the cash flow diagram shown solve for f using an interest rate of 1% per month. هسه هون السؤال يعني هو مقيدك مثلا انه تستخدم interest rate 1% per month، يعني تستخدم هاي الانترست ريت. فهون مشكلة يعني اذا بتيجي تستخدم الاي بتساوي 1% per month، ما راح تقدر تتعامل مع هذول كانيوال، وانما راح تيجي ايش تتعامل معهم كسنجل اماونت. فيعني ال 50 دولار هاي راح تيجي تنقلها كسنجل، ليش؟ لانه per month معناته الان بدها تكون عندك بالمانث تمام. بينما هذولا لو بدك تيجي تشوفهم كانيوال، هذولا عباره عن دفعات 50 دولار لكل سنه انت قاعد بتدفعهم، او هاي هون طبعا الزمن هاي مبين هون. فبالتالي انت هون 50 دولار بير يير، ايوه ما بتقدر تيجي تقول والله هذا انيوال وبدي اشتغله على اي بتساوي 1% بير مانث تمام. هذا الحكي طبعا اخذناه يوم اجينا للسيريز تمام. ايوه فاجينا كنا ايش نحكي؟ انه لازم تيجي تحول الافكتيف انترست ريت الى ايش؟ الى الان تاعت السيريز، يعني السيريز انا بقيسه بايش؟ بالير. فلازم احول الاي تطلع عندي بيرير تمام. طبعا الحل الاسهل انك تيجي تحول الاي تطلع البير يير، اريح لك مما انه انت تيجي تروح والله تشتغل على هذولا بير مانث وتيجي تحول ال 50 دولار لحالها وال 30 دولار لحالها، كل قيمه هون بدك تحولها لحالها كبريزنت وفيوتشر وورث، يعني كسنجل اماونتس. فعندك يعني حوالي 8 قيم او 9 قيم كلهم بدك تشتغلهم، يعني بدك تشتغل 9 مرات تمام او 8 مرات على الفاكتور بي جيفن اف او اف جيفن بي تمام. ايوه فبالتالي احنا هون ما راح نشتغل على هاي الطريقه، لانه بالامتحان يعني ما بيقيدك بالعاده، وانما انه يعني راح يجي يحكي لك بس طلع الفيوتشر وورث الايكوفالنت. فاسرع شيء انك تيجي تحول الاي، تيجي تطلع الانترست ريت بير يير، وتيجي تقول انها هاي عباره عن 1% بير مانث، معناته الكومباوند تاعها راح يكون مانثلي تمام. وهاي القاعده حكينا عنها سابقا انه اذا ما كانش مكتوب فتره الكومباوند، فبتكون فتره الكومباوند نفسها فتره الانترست بيريود. طيب ممتاز، وبالتالي انا عندي الار راح تكون بتساوي 1% بير مانث على مانث، بدي احولها لير، فباجي بضرب هون عندنا مانث بحطه بالبسط، والمقام عندي يير، والير فيه 12 مانث، فالمانث مع المانث بتروح بتطلع عندي 12% بير يير. هيك احنا جبنا الار. طيب اما بالنسبه للام راح تكون هي عباره عن الانترست بيريود اللي انا بدي اياها اللي هي الير، فانا بدي احول لير على المانث اللي هي ايش؟ الكومباوند، فتره الكومباوند اللي عندي. طيب فانا عندي الير فيها 12 مانث، يعني هاي بشطبها وبحط بدالها 12 مانث، فبطلع عندي الام بتساوي هون 12، ومباشرة الآن بروح بعوض بالقانون إن الآي بتساوي 1 زائد الآر، الآر اللي هي بوينت 12 على الأم 12 قوة 12 ناقص 1، فتطلع عندك الآي بوينت 12.68 تمام. طيب فبتيجي بعد هيك انت بعد ما طلعت الاي بتروح تشتغل على بريزنت على فيوتشر وورث وانوال وورث، بس بدك تستخدم القوانين لانه ما في عندك جدول للاي بتساوي 0.1268. فراح تيجي تقول مثلا الفيوتشر وورث راح اجيبه من ال 50 دولار، كيف راح اجيبه من ال 50 دولار؟ فراح اجي احكي الاف بتساوي ال 50 دولار ايوه في اف جيفن اي للاي اللي بتساوي 0.12، يعني هون الاي عندنا 0.1268، والان عندنا راح تكون عندي ثلاث دفعات، فهون عندنا ثلاث
هاي هم لو عديتهم طلعوا 3. أيوة هاي $50 خلص خلصنا منها، ظل $30 تمام. عندنا كم دفعة $30؟ 1 2 3 4 5 6. انتبه اللي على زمن صفر عديناها، فهنا مش 5 6 تمام. فبالتالي هون عندنا الآن بتساوي 6، يعني بدي أجي أقول له زايد $30، بس $30 the future worth إلها راح يكون على سنة 5، فبدي أرد أنقله لسنة 8 تمام. فراح أجي أحكي $30 في F given A بوينت 12.68 اللي هي الاي، لان الاي ثابت لهم كلياتهم. طبعا هون عندنا الان هي 6، راح ارد هاي القيمه كامله اضربها بفاكتور اللي هو اف جيفن بي عشان احولها لزمن 8 او اوديها على زمن 8. فراح اجي اضربها باف جيفن بي بوينت 12 طبعا 6.8، في والله انه على ان الان عندي والله من 5 الى 8، معناته انا نقلت على 3 سنوات تمام، هي 8 ناقص 5 ماشي. طيب انا بدي اروح اطلع الفاكتور اف جيفن اي، فاكتور اف جيفن بي، الفاكتور اف جيفن اي على 3 سنوات برضه. فبدك تطلع هاي الفاكتورز كلياتها وتطلع من خلالها الاف. طبعا هاي الفاكتورز لازم تطلعها عن طريق القوانين. بالنسبه لاف جيفن بي مثلا، لو بدي اجي اطلع اف جيفن بي بعرف الصيغه له اللي هي بتساوي 1 زائد الاي قوه ان. طيب اف جيفن اي شو صيغته كانت؟ اف جيفن اي كانت صيغته هي عباره عن 1 زائد الاي قوه ان ناقص 1 على اي تمام. فبتقدر تستخدم هذول الصيغتين. ايوه، وهيك انت بتقدر تطلع الفيوتشر وورث اللي راح يطلع معك $524 تمام تقريبا. طيب نيجي لاخر سؤال عندنا على هذا الشابتر، بقول لك فور ذا كاش فلوز شون بيلو ديترماين ذا ايكوفالنت يونيفورم وورث. اذا بده الايكوفالنت اي، بده الانيوال وورث الايكوفالنت لهي الدفعات الموجوده عندي ايوه من سنه 1 الى سنه 5 تمام. فيعني هو بده الانيوال وورث على ان بتساوي 5 على 5 سنوات، بحيث تكون عندك الفائده 18% بير يير كومباوند مانثلي. اذا انا عندنا هون الار مباشره جاهز، الار عندي 18% بير يير تمام. وانت طبعا بدك تجيب annual worth ايوه، او بدك تشتغل على السنوات كونه الان عندك بدك تجيبها باليرز ايوه. فبالتالي انت عندك الار جاهزه يعني بير يير، فانت بدك تجيب الاي ايكو الاي افكتيف راح تجيبها بير يير تمام. احنا نجيبها بير يير ماشي. طيب اما بالنسبه للكومباوند بدي احولها، فبدي اجي احول الكومباوند عن طريق اجيب الام. طيب فالام بتساوي الانترست بيريود اللي هي يير على ايش؟ على الكومباوند مانث، على المانث اللي هي فتره الكومباوند. فاليير فيها 12 مانث، يعني الام راح تطلع عندنا 12، فالام عندنا 12. فباجي بعوض هون عن قانون 1 زائد الار اللي هي 0.18 على 12 قوه 12 ناقص 1، فيطلع عندك الجواب انه الاي بتساوي 0.19 شيء، يعني راح تطلع بوينت، يعني خلينا نحسب على الحاسبه عشان تطلع بالضبط. 1 زائد 0.18 على 12 قوه 12 ناقص 1 0.1956 بتطلع. فهي الاي. الان بدك تيجي تنقل يعني تطلع الانيوال وورث الايكوفالنت لهاي القيم. فخليني نجي نرسم الكاش فلو هون اريح لنا. طيب فلو تشوف انه هنا في عندك دفعه على سنه 200 على سنه 1 اللي هي 200,000، فانا عندي هون 0 1 2 3 4 5، عندنا دفعه على سنه 1 اللي هي 200,000، وعندنا دفعه على سنه 3 كانت 350,000، ودفعه على سنه 5 400,000. وإذا هون عندنا دفعة 400,000. طيب فمباشرة الآن بدي أجي أطلع البريزنت وورث مثلا لهذولا كلهم على سنة صفر على سبيل المثال، ومن البريزنت وورث بقدر أطلع الأنيوال وورث. فباجي بقول البريزنت وورث بيساوي 200,000، هاي 200,000 تمام، بضربها بي جيفن اف أيوة على الآي الموجودة عندي، الآي اللي هي 0.1956. يعني هاي أنت بهاي الآي لازم تستخدم القانون، القانون بي جيفن اف بيساوي 1 على 1 زائد الاي قوه ان ايوه تمام، لايجاد الفاكتورز الموجوده عندك اللي هي بي جيفن اف. طيب فبي جيفن اف على اي الموجوده عندك، والان عندنا راح تكون 1، انا بدي نقولها سنه واحده. طيب زائد 350,000 350,000 بي جيفن اف فاكتور بي جيفن اف، بس هون الان الاي نفسها طبعا، والان راح تتغير عندك وتصير 3 سنوات، انه 350,000 بدك تنقلها لثلاث سنوات من سنه 3 لسنه 0. اما بالنسبه لل 400,000 راح تنقلها لخمس سنوات، فبتقول زائد 400,000 عندنا هون بي جيفن اف، وهون الاي نفسها اللي هي 0.1956 طلعت معنا ايوه، ولا خمس سنوات عم نقولها. فراح تطلع عندنا البي، لو اجينا حسبنا البي خلينا نجي نحسبها على السريع. فهون يجي نحكي يعني بي، فلو حسبت البي راح تطلع معك يعني اخر اشي 535,801 او 802 تقريبا تمام.
فهي كان 535,000 دولار. فهاي البي حسبناها لهاي القيم كليات الثلاث. بعد هيك هاي البي بدي اجي احولها لاي لانيوال وورث. فباجي بقول الانيوال راح يكون عندي بيساوي الاي بتساوي بي، البي اللي طلعت معي في اي جيفن بي. ايوه بدي استخدم الفاكتور اي جيفن بي. اي جيفن بي لنفس الاي ولنفس الاي، وعندنا الان راح تكون عندنا هي 5 سنوات. بس هون راح تيجي تستخدم قانون الاي جيفن بي. قانون الاي جيفن بي هيو موجود هون، هيو موجود هون عندنا قانون الاي جيفن بي هيو، اللي هو هذا القانون. فلو جينا طبقنا عليه يعني ضربنا القيمه راح تطلع معنا الاي كانت عندنا 0.1956 ضربناها في 1 زائد 0.1956 قوة N اللي هي 5 كانت الآن عندنا، على 1 زائد 0.1956 قوة الـ N اللي هي عندنا كانت 5 ناقص 1 راح يطلع معنا الجواب 177,000 تقريبا. فراح تطلع الـ A عندنا هون 177,429 دولار تمام، واللي هي نفس الجواب اللي طلع معنا سابقا واللي هي مكتوبة هون أصلا كانت. ولهون هيك بنكون انهينا شابتر 4. والله يعطيكم العافية، شكرا على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في أمان الله.